ما دمت لابس تيشرت النادي الاهلي وبتنتمي للنادي الاهلي، اعرف دايما انك انت في سباق على تحقيق الانجازات. في انجازات عملها لاعبين في النادي الاهلي من الصعب، لا مش من الصعب، من المستحيل انها تتكرر في اي مكان تاني على مستوى قاره افريقيا. بكلمكم طبعا على رامي ربيعه. النهارده الاتحاد الافريقي بيقول انه ربيعه اصبح واحد من عظماء النادي الاهلي. انا طبعا هنيت ربيعه بشكل شخصي بعد البطوله. ربيعه واحد من ولاد النادي اللي حقق انجاز تاريخي بوصوله للرقم 5 في عدد الالقاب الافريقيه اللي حققها بتيشرت النادي الاهلي، طبعا مع عمالقه النادي الاهلي زي وائل جمعه قبل كده، زي شادي محمد اعتقد في نفس الانجاز، زي ابو تريكه وغيرهم من النجوم طبعا اللي حققوا 5 القاب افريقيه، عماد متعب اعتقد برضو 5 القاب افريقيه. فرامي ربيعه يمكن الوحيد اللي في الجيل ده بينفرد ب5 بطولات، 5 القاب افريقيه، عشان لما بقول لكم ان مفيش حد في اي مكان تاني على مستوى القاره كلها مش بس على مستوى مصر يقدر يصل للانجاز ده، ببساطه شديده جدا لانه الانديه اللي حققت الانجاز ده او اللي وصلت اوريدي ل5 القاب هم ناديين فقط لا غير، مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري، والفاصل الزمني بين البطولات والارقام اللي حققوها على مستوى البطوله كبير جدا، من الصعب انه لاعب واحد يكون لعب الفتره دي كلها عشان يصل لهذا الحجم والكم من الانجاز. الطبيعي، وانا بشكر طبعا، طبيعي لازم اقدم تحيه وشكر لكل الناس اللي شكرت واشادت بالنادي الاهلي واديته حقه بعد تتويجه بالبطوله الصعبه، بطوله دوري الابطال رقم 11، اللي حاول يشوه، اللي حاول يقلل احنا ما بنشوفوش. ومن دول الحقيقه نجم المنتخب الاردني وفريق الفيصلي الاردني السابق كابتن خالد سعد، اللي كان ليه تجربه طبعا في الدوري المصري مع نادي الزمالك. خليني بقى استقبله طبعا، هيكون معانا مداخله هاتفيه. يا كابتن خالد مساء الخير. مساء الخير عليك استاذ احمد. يا اهلا وسهلا. اكون على قناه النادي الاهلي. ده شيء يشرفنا، اهلا وسهلا بيك. في البدايه لازم اوجه لك تحيه وشكر تستحقهم الحقيقه على الكلام اللي قلته في حق النادي الاهلي خلال واحد من اللقاءات التلفزيونيه اللي اجرتها مع واحده من القنوات الاردنيه بعد تتويج الاهلي بالبطوله رقم 11 في تاريخه افريقيا او على مستوى دوري الابطال تحديدا. بصراحه استاذ، نعم بصراحه استاذ احمد، يعني انا سعيد جدا اني اكون معك في برنامج استاذ، وسعيد جدا اني انا متواصل مع اخوان المصريين، وما قلته ما ذكرته عن النادي الاهلي هو يعني اقل شيء ممكن احنا نقدمه لنادي هذا الكيان، هذا الطرح الكبير في ظل ظروف صعبه الجميع يعلمها، سواء في مصر او في خارج مصر يعلم الظروف الصعبه التي يمر بها النادي الاهلي، ومع ذلك حقق البطوله المحببه الى قلب النادي الاهلي، صاحب 11 بطوله، بصراحه يستحق هذا الثناء ويستحق هذا المديح، وهذا ليس مجامله. احنا اليوم بنحكي مش بلاعبين، احنا بنحكي بروح مدربين او اعلاميين او ناس. صحيح. بننتقد، احنا صار منا نقد للنادي الاهلي في فترات، هذا النقد بناء وليس للتشهير او للتشكيك في قدرات النادي الاهلي وادارته. احنا اليوم من باب الاعلام وباب الثقه ومن باب الامانه يجب ان تذكر النقاط المنحنيات والمتعرجات التي تعرض لها النادي الاهلي او اي نادي. احنا بنتعامل مع الانديه المصريه او العربيه بحد سواء، احنا ما بنحابي نادي على نادي، هاي رساله لازم نوجهها للاعلام ولازم يعلمها الكل. استاذ احمد، انه احنا من مكان اعلامي من منبر حر، انت لازم بتشيد بالاداء، بتشيد بالبطوله، بتشيد بالمواقف الجميله. صحيح. لما ننتقد من غير اساءه ومن غير تجريح. حقيقي، والحقيقه دايما يعني انا بحس ده بحكم موقعي او انتمائي لشاشه النادي الاهلي، انه الاهلي لما بيقدم انجاز على مستوى قاري او على مستوى عالمي ده شيء بيشرف الكره العربيه ايضا، يعني فكره انه الاهلي يكون دايما موجود في على منصات التتويج او على هو بالتاكيد بيعكس او بيدي انطباع حقيقي عن قدرات وعن مستوى وعن تطور الكره العربيه بشكل عام، وبالتالي الكره الافريقيه ومن بعدهم بالتاكيد الكره المصريه. نعم اكيد، انا يهمني يكون فريق عربي هو متسيد البطولات الافريقيه. وكذلك يمثلني النادي الاهلي المصري، لكن انا معلوم استاذ احمد من عبر برنامجك ومن عبر قناتك المعروفه والشهيره، بحب بس اضيف هالمعلومه، انا بحكم فتره الاقامه اللي كنت فيها موجود في نادي الزمالك المصري اللي اكون له كل الاحترام والتقدير بادارته بلاعبيه بجماهيره بالايام الحلوه اللي قضيتها مع نادي الزمالك، انا اليوم من مكان اعلام لما انت يعني انتقاد او مديح للنادي الاهلي او مباركه له ببطوله او بانجاز عمله على الصعيد العربي، هذا ليس انتقاد
أيوة. من قيمه رئيس النادي الزمالك خالص. انا اليوم احب الناس تفصل ما بين الكلام. انا اليوم كموجه اعلان او كبرنامج اعلان مذاع عبر الفضائيات في المملكه الاردنيه الهاشميه عبر قناه المملكه، انا اليوم وجهت رساله شكر لاداره النادي الاهلي، وجهت كتاب وكلمه شكر للاعبين، لانه فعلا احنا شفنا شيء يعني احنا معتادينه من النادي الاهلي، معتادين الثقه من النادي الاهلي. احنا اليوم بصراحه في الوطن العربي لما يكون النادي الاهلي وصل لنهائي احنا 99.9% بنرشح ان النادي الاهلي في البطوله، لانه نادي صاحب بطولات وصاحب انجازات، مع الاحترام والتقدير لكل الفرق اللي بينافسها النادي الاهلي. احنا نعرف قيمه النادي الاهلي، نعرف قيمه اداره النادي الاهلي وكذلك جماهير النادي الاهلي. طيب كابتن خالد، كابتن خالد اسمح لي، انت الحقيقه يعني في وقت من الاوقات كتير ممكن يشوفوا ده على انك انت تخليت عن انتمائك، لانك انت في النهايه كنت في يوم من الايام بتلعب او بتنتمي للنادي، لقلعه رياضيه كبيره جدا في مصر الوطن العربي اسمها نادي الزمالك. واحنا لما بنيجي نتكلم على ممارسه اعلاميه لازم نحط في اعتبارنا نقطتين في منتهى الاهميه، انه سواء كان الكلام ورساله بالنقد يعني بالسلب او بالايجاب، انه الكلام يكون موضوعي وانه نتحلى بالمهنيه في طرحه، وده اوقات كتير جدا وخصوصا في الاعلام الرياضي في حساباته بيبقى مختلف. عشان كده من الوارد كتير جدا وخصوصا داخل مصر هنا انه الانتماءات بتغلب على القواعد الاساسيه في العمل في وسائل الاعلام المختلفه. عشان كده بنتكلم على انه انا بحط دايما في الاعتبار ده انه الناس الاسوياء بين قوسين اللي بيحترموا تماما اللغه والخطاب اللي بيوجهوه للراي العام من خلال اي وسيله اعلاميه دايما لازم يتحلى بالموضوعيه والمهنيه وانت بتخاطب الراي العام. كلامك جميل جدا استاذ احمد، وانا فعلا من عبر برنامجك انا بحب الناس تفهم الكلام اللي احنا بنحكيه كاعلام. وعفوا يعني انا مع احترامي لكل الاعلاميين خاصه في مصر، يعني الانتقاد مرات لا 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 يتوجه الموضوع شخصنا وموضوع شخصي اكثر مما هو موضوع مهني. اليوم انا بحكي لك نادي الزمالك هو صرح وكيان ونادي كبير، وانا افتخر واعتز بنادي الزمالك، اعتز باداره نادي الزمالك واللاعبين وجماهير نادي الزمالك، تربطني بهم علاقه ما زالت الى يومنا هذا علاقه طيبه، علاقه احترام. انا كل مره بنزل على مصر الحبيبه لازم ازور نادي الزمالك، لازم ازور نادي الزمالك. والامر ما فيهوش تناقض، ما فيهوش شيء غريب يا كابتن خالد، يعني طبيعي جدا انك تنتمي للمكان. تنتمي للمكان اللي انت مرتضى منصور من الناس العزيزين على قلبي، وانا بزوره شخصيا، بزوره في بيته، بزوره في مكتبه، من الناس اللي انا افتخر. الاستاذ ممدوح عباس يعني انا اليوم كنت جزء من نادي الزمالك، له محبه في قلبي، في ايام حلوه عشتها في نادي الزمالك، في ايام عندي زمايل، عندي اخوان، عندي لاعبين، عندي جماهير. وده شيء يحسب ليك، يحسب ليك وما يحسبش عليك ابدا يا كابتن خالد. خليني اخدك لبطوله افريقيا. ازاي شفت مشوار النادي الاهلي فيها، وازاي تابعت اللقاء النهائي المثير الحقيقه اللي جمع بين الاهلي والوداد؟ يعني بصراحه انا شفت مشوار النادي الاهلي متعثر حتى في الدور الاول، كان مشوار صعب جدا بصراحه، عشان هيك احنا حاسين بقيمه هاي البطوله اللي احرزها النادي الاهلي. احنا دائما النادي الاهلي لما بنشارك البطوله الافريقيه بتكون المعاني واضحه بالدور الاول. أيوة. من التجهيزات، من البدايات، نتائج مرضيه، نتائج جميله جدا، نتائج براحه سواء مباراه في ملعبه او خارج ملعبه، بيقدم الاداء المعروف عن لاعبين النادي الاهلي ومعروف عن اللاعب المصري. لكن احنا اليوم في نتائج متفاوته كانت للاعبين النادي الاهلي او النادي الاهلي في المشاركه الافريقيه. احنا بصراحه يعني توقعنا انه النادي الاهلي بعيد تماما عن هاي البطوله، خاصه بخساره بالثلاثيه، خاصه بخساره من الهلال السوداني. يعني الجميع شكك، يعني حتى اقرب المحبين لنادي الاهلي والمتيمين بنادي الاهلي ما توقعوش ده، ما توقع انه العوده تكون بشكل لكن للفوز وللبطوله هي عده عوامل. واحنا لما بنحكي عن النادي الاهلي بنحكي عن منظومه تحترم، نحكي عن اداره، نحكي عن اعضاء مجلس اداره، نحكي عن جهاز فني محترم، نحكي عن ادوار اداريه، نحكي عن لاعبين ثقه عاليه، لاعبين عندهم حس وطني. هو مش بس انا برفع رايه النادي الاهلي، لا انا برفع رايه الوطن العربي. صحيح صحيح. انا بركز في هاي البطوله. فاحنا حكينا ان اداره النادي الاهلي قادره على اخراج اللاعبين من الحاله السيئه اللي دخلوا فيها خاصه بعد الخسائر. فاحنا شفنا طريقه، شفنا شكل، شفنا اداره الحمد لله كانت
هاي النتائج اللي احنا بنحكي فيها نتائج ملموسه، انا اليوم ما بحكي نتائج هي بس بالكلام او بالاعلام، لا احنا شفنا نتائج بالكلام والاعلام وشفنا نتائجها على ارض الملعب، لما بتشوف النتائج هون لازم يذكر فيشكر هذا العمل. صحيح. احنا بنحكي عن عمل من منظومه. حقيقي. المباراه النهائيه بصراحه، المباراه النهائيه كان فيها اخطاء، كان فيها لحظات انه الاهلي كان ممكن يفقد السيطره على المباراه، كان ممكن فريق المغربي كان هو الاقرب بصراحه لتهديد مرمى النادي الاهلي. أيه. لكن احنا بنحكي اليوم كمنظومه فيها حارس مرمى الشناوي، حارس مرمى على مستوى العربي والافريقي، على المستوى العالي الخط الدفاع، المنظومه كيف اللاعبين ما بين انفسهم. اليوم احنا في ارض الملعب في 90 دقيقه ما فيش معايا لا اداره ولا معايا جهاز ولا معايا احنا كلاعبين، وهنا بتيجي الروح والشخصيه والخبرات اللي بيتمتع بيها نجوم النادي الاهلي. كابتن خالد سعد، شرفت الحقيقه بان احنا نتواصل معاك، شرفت ان انا اسمع صوتك، ومره ثانيه اسمح لي اوجه لك الشكر والتحيه على الفير بلاي والروح الرياضيه. دايما الحقيقه دايما مهما كانت الانتماءات، لما يكون في انجاز، لما يكون في يعني لقب او بطوله جت بمجهودات اداره وجهاز فني ولاعبين، لازم ندي كل حد حقه، وزي ما بنفرح للغير وزي ما بنفرح لكل الانديه المصريه اللي بتحقق القاب على مستوى قاري او على مستوى عربي، من حقنا كمان ننتظر زي ما كابتن خالد سعد كده نجم الكره الاردنيه، نجم المنتخب الاردني والفيصلي الاردني السابق، عبر عن شكره وفرحته وحبه وتقديره لمجهود النادي الاهلي وفوزه ببطوله افريقيا. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نستقبل نجمنا الكبير كابتن ماهر همام ضيف علينا في السادسه.